دائما مع المعلومه رفقه الدكتور لطفي الزغاري اخصائي في علوم التغذيه والرياضه. كنشكروه كيف العاده على حضوره المميز معنا كل صباح معلومه جديده. دكتور صباح الخير. صباح النور الاخت سميه. اهلا وسهلا دكتور. صباح النور. الله يبارك فيك. دونك يوم جديد مع موضوع جديد. اكيد مواضيعنا كتكون عندها صله كيف جرت العاده سواء بالموسم يعني بالطقس اللي حنا كنعيشوا او كذلك بالاستخدامات الكثيره اللي ولات شائعه في هذه السنوات الاخيره. الحمد لله الاسر المغربيه ولات كتعتمد عليها لتعزيز المناعه اللي فيها منافع كثيره اللي فيها كذلك واحد الخصائص وقيمه غذائيه اللي كنتعرفوا عليها من خلالك دكتور بما فيها اليوم واحد يعني واحد الماده اللي ولات معروفه بزاف عند الاسر المغربيه اللي ولاو كيستخدموها اللي هي الصوجه. فبدور الصوجه غادي نحاولوا نتقربوا منها كثير. شنو هي بعد هاد الصوجة المنافع ديالها شكون يقدر يستخدمها هل من محاذير وأضرار إلى كان ممكن دكتور نحاولوا نعطوا فكرة للمستمع ديالنا الوفي. صحيح الأخت سمية اختيارات ديال المواضيع عندها علاقة مع 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 الظرفية اللي كنكونوا كنعيشوا. دونك قلتي أن هاد الصوجة ولات مجموعة الناس كيستعملوها ما متفقش 100%. دونك واحد الناس اللي كيكونوا عارفين الفوائد ديالها هما الناس اللي رجعوا كيستخدموها حيت حنا كنا كناكلوها فاش كنا صغارين كنا كنشوفوها في المحلات كتباع. دابا ولا الاقبال عليه اقبال اللي كيكون شي شويه نقدر نقول انه نادر ان الاسر المغربيه كيتقدمها. علاش هضرنا عليه في الفتره خصوصا ديال ان بدا كيتحرك شويه البرد. حنا كنعرفوا ان البرد يرافقه امراض انتهازيه الرواح ومجموعه ديال الامراض اللي كنبداو نشوفوها في وليداتنا وعندنا ايتترا وكنوليو كنقلبوا اننا نتناولوا اغذيه اللي غيعاونوا لنا الجسم ديالنا وغالبا كنمشيو كنبداو نتناولوا ما يسمى البقوليات. والصوجه هي من نوع من انواع البقوليات اللي كانت معروفه في القاره الاسيويه كثيره ولكن بحكم التبادلات التجاريه ولينا كنلقاوها منتشره في العالم كامل. الوغ كشكل عام بشكل عام دونك هاد الصوجه هذه هي زعما تبارك الله واحد العنصر الغذائي اللي غني بشكل كبير بواحد العناصر الغذائيه. واول عنصر غذائي غنهضر عليه هو البروتين. يعني هي من فصيله البقوليات ياك دكتور؟ يا صحيح. هي من فصيله البقوليات وكتمتاز بقيمه غذائيه عاليه وخصوصا نسبه البروتينات. داكشي علاش غتلقى مجموعه ديال المكملات الغذائيه هاد المكملات الغذائيه اللي كيكونوا غالبا الناس اللي كيقلبوا على ربح عضلات كتلقى فيها مجموعه الانواع ديال 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 البروتينات. حيت البروتينات خص المستمعين يعرفوا ان البروتينات انواع. البروتين ديال الحليب ماشي هو البروتين ديال الصوجه ماشي هو البروتين ديال 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 اللحم ماشي هو البروتين ديال الحوت. دونك كيكونوا اختلافات كثيره على مستوى البنيه ديال الاحماض الامينيه اللي كتكون كل بروتين. دونك البقوليات فيها من كميات كبيره بشكل لا يتصور ديال البروتين النباتي. حنا كنعرفوا ان البروتين النباتي الخاصيه اللي كيمتاز بها هو ان حنا كنعرفوا بروتين كجزيئه هي فيها احماض امينيه يعني واحد الجزيئات صغيرين وحده لاصقه في وحده على شكل سلسله وكتصوب ليها ما يسمى بروتين. البروتينات النباتيه بشكل عام ديال 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 الصوجه ولا ماشي ديال الصوجه كيكونوا كيمتازوا بواحد العدد كبير ومتنوع ديال الاحماض الامينيه وغالبا ما كيكونوا ديك الاحماض الامينيه كامله يعني 20 حمض اميني كله كتلقاه في البروتين النباتي عكس البروتين الحيواني اللي غالبا ما كيكونش فيه الاحماض الامينيه كثيره وبالتالي هذا كيعاود لنا الجسم انه يكون ليه مجموعه ديال الحويجات يعني داكشي اللي كيحتاج يكونوا بدون اي مشكل. دونك من غير ان فيه بروتينات فيه مواد اخرى دونك بشكل كبير دونك فيه تم مضادات الاكسده وحنا غنرجعوا نهضروا عليها من بعد الاخت سميه. دونك هو من البقوليات. دونك البقوليات غالبا كيتشاركوا في واحد العنصر الغذائي اللي هو الالياف الغذائيه دونك غني بالالياف الغذائيه. الجميل في الامر هو انه ما عرفتش الناس فين سمعوا كاين زيت ديال الصوجه. دونك فاش كنقولوا زيت الصوجه راه مستخرجه من الحبات من داك الفول ديال الصوجه يعني من الحبات ديال الصوجه. دونك طونك قدرنا نجبدوا منه زيت الا وفيه دهنيات وغالبا الدهنيات اللي كيكونوا فيه هما دهنيات اللي كيكونوا دهنيات صحيه واغلبها كتكون عباره عن دهنيه اللي كتعرف واحد من الدهون اللي كيعرفوه المستمعين اللي هو اوميغا 3 والفوائد ديالو بالنسبه للصحه للقلب وخصوصا الجهاز العصبي ولا الخلايا الدماغيه لي نورون اللي كنسميوه بالفرنسيه. فيه كذلك واحد العنصر هو اللي طالع عليه الفيلم الاخت سميه كما كنقولوا يعني كل غذاء عنده واحد البطل ديالو. دونك هنا في هذا البطل ديال هذا العنصر الغذائي او ديال الصوجه اليوم هما اللي كيتسموا لي فيتو استروجين. هما الاستروجينات حنا كنعرفوا ان الاستروجينات هما عباره اللي كيكونوا عند النساء هما عباره عن هرمونات جنسيه انثويه يعني في باش يفهمونا المستمعين بزاف هي فاش كتكون البنيته مازال صغيره مازال ما وصلاتش لمرحله البلوغ يعني قل من 10 سنوات 11 سنه كيكون الجسم ديالها مازال ما وصلش لدرجه النضج ديال انها تصاوب ليها بويضه. دونك شنو هي ديك مرحله النضج او البلوغ اللي هي ان عندها غدد دي غلوند اللي كي الساكتيف يعني كيتم التحفيز ديالهم في ديك المرحله معينه وكيعطيونا
كيديروا لنا بدايه انتاج مجموعه هاد الهرمونات. وحده من هاد الهرمونات هما الاستروجينات اللي هما هرمونات جنسيه ثانويه، هرمونات جنسيه اللي كيكونوا مسؤولين على الصفات الثانويه، يعني الصفات اللي كيكونوا في الشكل ديال الجسم، والصفات الجنسيه الاوليه اللي كيكونوا هما انتاج البويضه. وهاد الاستروجينات كيلعبوا دور كبير، والصوجة غنية باللي كنسموه لي فيتو استروجين. والمستمعين باش يحفظوا معنا واحد الدرس عاوتاني، هي فاش تسمع هذه الكلمة ديال الفيتو بادية قبل ما واحد الكلمة معينة، عرفها انها شي حاجة عندها علاقة مع النباتات. فاش كنقول لك راه غنديروا لا فيتوثيرابي، يعني راه غنديروا التداوي بالاعشاب. فاش نقول لك فيتو استروجينات، يعني راه استروجينات اللي الاصل ديالهم نباتي. هذا من جهه. من جهه ثانيه املاح معدنيه استاذه سميه، حدث ولا حرج، كاين الكالسيوم، الحديد، الفوسفور، بوتاسيوم، فيتامين سي، دونك سي ان كومبلكس فيتامينيك، يعني واحد المجموعه ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي كيلعبوا لي دور كبير في الصحه ديال الجسم اخت سميه. بشكل عام هذه هي الصوجه المحقوره، هذه هي القيمه الغذائيه ديالها. وكما كنقولوا كل حاجه عندها فوائد وعندها اضرار على حسب الاستعمالات ديالها. غير باش توضح لنا الفكره دكتور، المستمعين ديالنا تما يستافدوا. الصوجة والصويا، يعني كاين الناس اللي غادي تلف ما بين الصوجة والصويا، يعتقد أن راهما مكونين لكل حاجة، ولا يقدر يعتقدوا أن راه وحدة. واش هي بصحيح أن الحاجة وحدة صويا وصوجة؟ غير الاسم دابا الصوجة باش يعرفوا كي دايرة. الصوجة هي واحد دايرة بحال الفولة، بحال الفول ناشف، وهي مكورة وصغيرة، فهي بحال واحد الضفير، بحال الضفير، سي لا ميم شوز. دونك الصوجة في حد ذاتها هي الصويا على حسب التسميات وصافي. دونك الا مشيتي ولقيتي الصوجه، علاش انا هون خصك تشوفها كي دايره باش ما تبقاش تالف مع السميات، حيت تلقى مجموعه ديال الاسماء، مجموعه ديال على حسب المنطقه اللي مشيتي ليها. مي غالبا الصوجه والصويا سي لا ميم شوز، نفس الحاجه، هي المكون خصك تكون كتعرفوا اللي هي كما قلت لك بحال الفوله شي شويه، بحال الحمصه مدوره، ولكن في هذاك الجزء اللي بحال الضفير ديال الصبع اللي كيشبه شي شويه الفول، الفول اللي كيكون يابس بيان سور. دونك تقريبا هادشي اللي كاين. دونك بالنسبه للقيمه الغذائيه، بالنسبه للتسميه وطرق الاستعمال عديده الاخت سميه، راه شحال هذيك كانوا كيطيبوها بحال العدس الى عقلتي. هو قلنا بروتين نباتي ياك دكتور، فيه بزاف ديال الاحماض الامينيه، مصدر مهم من الفيتامينات اساسيه لصحتنا ولمناعتنا، كفيتامين او، فيتامين بي، الكالسيوم، الحديد، الالياف ياك دكتور. فيها دهون غير مشبعه نقول مفيده ياك. صحيح صحيح. شنو عاوتاني اخر قلتي لي فيها؟ الوغ فيها العناصر اللي كيلعبوا لي دور كبير بالنسبه للطاقه. دونك فيها مضادات اكسده، يعني حمايه الجسم بالنسبه للمناعه. فيها داك لو كومبلكس، واحد الثلاثي اللي كيلعب دور كبير بالنسبه للوقايه من مجموعه الامراض، اللي هو المغنيسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم. دونك هادو عباره عن واحد الاملاح المعدنيه اللي كيلعبوا دور في الوقايه. وكاين هذاك اللي طالع عليه الفيلم الاخت سميه، هما لي فيتوستروجين او الفيتوستروجينات، هو اللي غيلعب دور كبير في مجموعه الفوائد، يعني هو اللي غيكون سبب رئيسي في الفوائد الكثيره علاش الناس كيقدروا يمشيو يتناولوه، وخصوصا النساء. اليوم غنديروا شويه ديال التحيز، غنهضروا بزاف على النساء، وقيلا ديما كنهضروا على النساء بزاف اخت سميه، ولكن هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى الله. دونك اليوم غنزيدوا نميلوا عندهم في الكفه، علاش؟ حيت مفيد للنساء اكثر ما هو مفيد للرجال. وكما قلنا الاخت سميه، كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي ولاو انهم كيبداو انظمه غذائيه، كاين اللي فيهم كيكون استشار مع اخصائي، وكاين الاغلبيه اللي ما كيكون استشار، كيبداو انظمه غذائيه نباتيه، كيقول شوف نحبس كل ما هو حيواني وما غنبقاش نتناولو. وهنا المشكل الرئيسي اللي كيكون هو التنوع الغذائي، والمشكل الاكبر كيكون هو البروتين. فاش كنعرفوا ان البروتينات هما اللي كيبنيو ليا العضلات، هما اللي كيبنيو ليا مضادات الاجسام اللي كينتجها ليا جهاز المناعه ديالي باش يحميني، هما اللي كينتج ليا لي نورو ترانسميتور اللي هما واحد المركبات اللي مسؤولين على تمرير الرسائل من الدماغ. ناقله، برافو عليك. من جهاز عصبي الاطراف ديالي. وبالتالي هذا البروتين في الاغذيه النباتيه غالبا ما كيكونش بكميه كبيره. الصوجه حلات هذا المشكل هذا، داكشي علاش كنلقاو الصوجه كتباع في مجموعه المحلات، خصوصا المحلات اللي بين قوسين كيبيعوا ما هو بيو، يعني ما هو عضوي، زعما ما مزيولش فيه مجموعه المواد الكيميائيه. وما كتلقاش الاخت سميه غير الصوجه بوحدها كتباع، كتلقى طحين ديال الصوجه، يعني صوبوها وطحنوها وصوبوها على شكل دقيق باش قد انها تعجن بها ولا دير بها حويجات. تقد تلقى بروتين الصوجه، يعني البروتين ديال الصوجه مصوب من العزلوا البروتين من الصوجه وصوبوا به بودره اللي كتخلط مع الماء ولا مع العصائر باش تاخذ مشروب بروتيني، يعني اللي كياخذوه خصوصا الرياضيين اللي كيبغيو يزيدوا في العضلات، في العضلات خصوصا النساء. كنلقاو التوفو، واخا قليل شي شويه حنا في ثقافتنا ما كاينش كثير، ولكن كنلقاو الحليب ديال الصوجه، كنلقاو الحليب ديال الصوجه. والحاجه الكثيره اللي ولات عندنا متوفره في الاسواق الاخت سميه هي الصلصه ديال الصوجه، دونك هي لاصوص الصوجه اللي كتكون كنزيدوها في مجموعه العناصر الغذائيه، واخا ماشي في ثقافتنا، ولكن بحكم الانفتاح ولينا كنجربوا العيالات عندنا
تبارك الله عليهم الحداقة، دونك كيحاولوا يجربوا كيديروا مجموعة يطفوا في المذاق. حنا نرجعوا للمذاق ياك دكتور. صحيح. نتكلموا على الاستخدامات ديال الصوج دكتور، خصوصا قلنا في بناء العضلات، في تنحية الجسم، تسمين الوجه والأرداف، وهذا الشيء بزاف ديال الناس ولات كتعتمدوا في السنوات الأخيرة كيدخلوها في التغذية ديالهم ياك دكتور بهدف زيادة الوزن. نتكلموا على هذا الشق هذا، هل هي آمنة؟ هل فيها أضرار؟ هل فيها خطورة على صحتنا؟ شو ممكن تقدر تفيدنا في المسألة هذه خصوصا الناس اللي كتعتمد هذه الطريقة هذه؟ الوغ الأخت سمية، واحد الحاجة ديما كنشيروا لها وغنعاودوا نشيروا لها اليوم، ما كاينش شي حاجة في العالم إلا كليتيها غتعاون لك في تسمين واحد المنطقة معينة من الجسم ديالك. دونك اللي قال لك هذه القضية كاينة، وحنا هضرنا على الحساس الصحراوي واحد النهار ومازال نهضروا على واحد القويلبات كيتصوبوا بالاعشاب تيتغلي تسمين واحد المناطق معينه، غنديروا لها حلقه باش تفهموا الاضرار ديال هذاك الشيء، الاضرار ديال الاستعمالات. ما كايناش شي حاجه في العالم في الكره الارضيه في العلم انها كتقول لك الا كليتيها ولا دهنتيها في واحد المنطقه معينه راه غتكبر لك واحد العضو معين، واي واحد قال لك الهضره اوتوماتيكمون راه باغي ينصب عليك او لا عنده شي حاجه باغي يبيعها لك تو سامبلومون. دونك ما كاينش حاجه كتكبر ليا بلاصه على بلاصه واحده اخرى. الا بغيتي تسمان تغلاض وتزيد في الوزن، المعادله سهله، خصك تاكل اكثر من الحاجيات اللي كتخسر، كيبقى ليا داكشي اللي كتاكل بالحاجيات اللي كتخسر. الا بغيتي تجزئو مزيان في الجسم ديالك، يعني داك الوزن الزائد الا بغيتي تصيفطو لواحد المنطقه معينه، كاين طرق اللي طبيعيه اللي منهم الرياضه، وخصوصا الرياضات اللي عندها علاقه مع تقويه العضلات، يعني لا ميسكولاسيون، يعني الا كليت سعرات حراريه اكثر وترينيت مثلا لي موسكل الكبار، يعني العضلات اللي عندي كبارين في الجسم، وغالبا من العضلات الكبارين اللي عندي في الجسم هو عضلات الفخذين ولي فيس، دونك هما اللي كيكونوا شويه من العضلات ديالهم النسبه ديالهم كتكون كبيره، وبالتالي كلما خدمتهم على ديك القيمه الطاقيه اللي كنتناول كتسمح لهم انهم ديك النسبه العضلات زاد، وبالتالي هذوك الوزن اللي كنكون زدتو على شكل عضلات. من الاخت سميه الصوجة اللي كيهضروا عليها الناس باش كتعاونهم في التسمين، راه ماشي الصوجة بوحدها مطحونه ولا طايبه بشي طريقه، هي خلطه من الخلطات المشهوره، تيخلطوها مع الحلبه اكثر، يعني تيخلطوها مع الحلبه، مع الحلبه كيخلطوها مع السيرو ديال الشهيه ونوع من انواع السيرو ديال الشهيه، كيقدروا يزيدوا عليها ما يسمى باللغه العاميه دردك الديكساميتازون اللي هي عباره عن هرمون، كيقدروا يزيدوا معها دي كورتيكويد، يعني ادويه اللي ما عندها علاقه، يعني انت ما مريضش وكتاخذ ديك الادويه، وهادو كاملين غالبا الوزن فاش كيتزاد راه ما كيتزادش غير في منطقه معينه، وراه غتلاحظها مجموعه النساء فاش كنتناولوا في المرحله الاولى ديال التناول ديالو في الشهر الاول كتلقى وجههم تنفخ بواحد الطريقه غير عاديه، هذاك النفخ راه ما عنده علاقه مع الوزن، هذاك النفخ دو الواحد لا ريتونسيون دو، يعني الاحتباس ديال السوائل على مستوى الجسم، والله يستر داك الشيء قد يبرك لك على عريقاتك وشي نهار طرى لك اريكار ديالك. ديما كنقول لك فاش تقلب على وزن زائد، دونك ديما سير بشي حاجه طبيعيه اللي غتاخذ ليا الوقت، اي حاجه كتزرب وكتعطيك نتائج اللي كتكون سريعه كون متاكد غيرافقها اضرار اللي كيكونوا اخطر من داك النتيجه. وكما كنقولوا الوزن ماشي معيار ديال الصحه، نقدر نكون الوزن ديالي انا كنقلب على وزن مثلا ديال 70 كيلو انا فيا 160، يقدر هذاك 70 كيلو راه غير صحيه، عضلاتك ما غيبقاوش يخدموا مزيان، جهازك العصبي ما غيخدمش مزيان، الاوتار والمفاصل ديالك ما غيخدموش مزيان، وبالتالي غتولي في امراض اخرى. داكشي علاش كاين ما يسمى بالوزن الصحي. الوزن الصحي انت غتحس به مره انت كتحس براسك انك في واحد الوزن معين، كتقد تحرك ما كتعياش دغيا وكتمشى مزيان، وخا الناس كاملين يبقاو عليك لا راه مازال خصك تزيد 4 ولا 5 كيلو، شوف انت كتسمى لا بيرسيبسيون دو سوا، انت كي كتحس براسك، حيت حتى واحد ما غيحس بقلبك كيفاش كيخدم، حتى واحد ما غيحس بريتك كيفاش كتخدم اكثر من اكثر منك، حيت راه داكشي فيك لداخل راك انت كتحس به. داكشي علاش من الافضل اننا نتجنبوا هذه الحلول السحريه الاخت سميه. طيب حنا غنرجعوا دابا للشق الجمالي دكتور ابراز، بعد خليتيها المناطق الانثويه تحديدا النساء والفتيات، استخدام الزيوت ديال هاد الصوجة وزيت الحلبة في تكبير وتسمين، يعني كاين بزاف اللي كتعتمد في طريقة التدليك، أكيد ماشي حصة ولا جوج كيديروا على أيام أو واحد خليتيها واحد البروتوكول كيتبعوه باش كتعطي نتيجة مزيانة، إلى أي حد ممكن تقدر تفيد هاد القضية خارجيا ماشي نقولوا داخليا الأكل؟ صحيح. ألوغ بشكل عام قلت لك الحاجة اللي طالع عليها الفيلم في هاد الصوجة هي لي فيتوستروجين، حنا كنعرفوا أن هذاك الهرمون الجنسي هو اللي مسؤول على مجموعة الوظائف على مستوى الجسم ديال الأنثى، هو المسؤول على ظهور التدين في مرحلة البلوغ، هو المسؤول على الطمث في المرحلة ديال البلوغ، دونك سيغمون عنده تأثير على مجموعة الأعضاء، دونك التطبيق ديال داك الزيت ديالو في واحد المنطقة معينة خصوصا مثلا فاش كنقولوا على التدين اوتوماتيكمون ما غيكونش عنده ضرر كبير حيت ما كنتناولوش، ولكن في نفس الوقت يقد يحفز لي داك الغدد لي غلاند ماميغ اللي عندنا على مستوى التدين، ويقد يعطينا واحد
واحد النتيجه غير هو باش ما نبقاوش اون دراماتيز با لي شوز ما يبقاوش يتخيلوا ان راه غيكون عندي شي حيت دابا حنا فاش كنشوفوا مجموعه مواقع التواصل الاجتماعي فاش كيكون شي واحد كيبيع مثلا شي حاجه شي زيت مخلطه مع التسويق ليها بطريقه صح كيديروا صور ديال بعد قبل وبعد اللي كيكونوا غالبا ما كتسمى لا بوبليسيتي ميسونجير يعني راه غير كذوب ما كاينش داك الشيء تقدر ما كاين حتى شي مشكل ولكن غالبا ما غيكونش داك التاثير اللي كيتخيلوه دونك من الافضل انها تدخل في نظام غذائي. طيب نتكلموا على هي بحد ذاتها كنوع من البقوليات وكنعرفوا المدى القيمه الغذائيه اللي كتعطينا البقوليات في الجسم ديالنا في هذه الفتره ديال البرد. استخدامها طرق ربما صنع هذه الاغذيه كيفاش دكتور كتشوفها انت صحيه اكثر نقدروا نعطيوها لوليداتنا نعطيوها للاسره ديالنا بشكل امن مثلا. الصوجا كما قلنا قبيله نقدروا نطيبوها كما شي طريقه باش كيطيب العدس في الدار باش كيطيب الفول نقدروا نطيبوها بنفس الطريقه بنفس العطريه بنفس كل شيء ديالها وناكلوها مع خبيز ما كاين حتى شي مشكل. الناس اللي كيكونوا كيتبعوا نظام غذائي صحي قد ياكلها بلا خبز يعني يدير سلطه ويديرها في زليفه وياكلها كاين اللي كيديرها مع سلطه كاع كيخلطها مع سلطه بحال اللي المهم حيت العدس حنا في ثقافتنا المغربيه العدس هو الكوكوط كيكون لونه بواحد المريقه ديالو ايتيغا دونك كاين واحد الطقس اللي كنديروا به قليل فاش كتلقى مثلا عائله مغربيه كدير العدس على شكل سلطه اللي كيكون تقريبا بحال غير مسلوق مع شي شويه الكمون اولا كيكون مع مجموعه ديال السلطات مجموعه ديال العناصر الغذائيه اللي كيكون لون ديالها اخضر دونك الصوجا نقدروا نستعملوها بنفس الطريقه غير هي الناس اللي عندهم امكانيات يقدروا يدخلوا في النظام الغذائي ديالهم حتى حليب الصوجا حيت حليب الصوجا كيكون شويه مركز من دافع الاستروجينات تيتا وعنده دور كبير خصوصا للنساء انا كنهضر على النساء والرجال خصهم يبعدوا من الصوجا يعني يقدر الا بغى يتناولها مره يذوق منها ولكن ما خصوش يداومها حيت حنا كنعرفوا ان اونيفو ديال لو كور في الجسم ديال الرجل كاينه اون بالانس كاين واحد الميزان ما بين الهرمونات الجنسيه الانثويه والهرمونات الجنسيه الذكريه وغالبا هو عنده التستوستيرون اللي خصو يكون نورمالمون طالع اللي كيحسن ليه الوظيفه الجنسيه ديالو العضلات ايتترا دونك فاش كناكلو غذاء اللي غني بالفيتوستروجين ولا في استروجينات كثيره اوتوماتيكمون يقدر يخربخ ليا هذاك التوازن وبالتالي يولي عندنا مشاكل جنسيه يعني الشباب اللي يعتمدوا عليها في بناء العضلات ياخذها بالقياس لا اللي على حسب بناء العضلات كاينين البروتينات اللي المصدر ديالهم كيكون اخر مصدر حليب كاين لحوم كاين ايتترا دونك الا مشى مثلا ياخذ مكمل غذائي يقرا المكونات ديالو الا لقى فيه الصوجا بنسبه كبيره من الافضل انه ما يتخادش وإلا كان بروتين اباز دو صوجا 100% من الافضل انه ما ياخذوش حتى هو دونك هذا البروتين اباز دو صوجا مزيان للنساء اللي كيديروا التدريب بشكل مستمر واللي كيقلبوا كيطمحوا انهم يربحوا عضلات حيت يقدروا يكونوا مثلا بطلات كيديروا مجموعه ديال المباريات واللي ما كديرش كدير رياضه عاديه باغا تربح تقد تاكلها تدخلها في نظام غذائي ديالها ما عندها ما دير بشي مكمل غذائي اباز دو صوجا يعني ما عندها ما دير به دونك يدخل في النظام الغذائي ديالها بدون حتى شي مشكل. كنا هضرنا على عقلتي الاخت سميه مؤخرا على 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 الطمط وهضرنا على العناصر اللي كيتخادوا لتخفيف من دوك الاعراض الصوجا من الحويجات اللي قد المراه او لا 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 البنيتات اللي كيجيهم الاعراض ديال الالم الشهريه كيكون قاصح دونك نقدروا ندخلوا لهم حيت فيه داك لي فيتوستروجين كيحفزوا لي داك الهرمونات باش انهم يابيسي وهذا كينقصوا لي شي شويه من داك الالم. كذلك حنا خص النساء يبقاو يتناولوا خصوصا واخا ما كتعجبنيش هذه الكلمه ديال سن الياس ولكن هو الا تعبير لواحد المرحله معينه في العمر ديال النساء دونك كيجيو دوك لي بوفي شالوغ الاعراض ديال لا مينوبوز دونك غالبا كيكون تعرق داك لي بوفي شالوغ ديك الهبات الساخنه اللي كتحس به وخصوصا تقلب المزاج كيولي انسان عصبي ما كيبقاش عاجبو الحال على مستوى الهرمونات في الجسم كيتخربقوا كيولي الربح في الوزن بشكل كبير دونك الا دخلنا النظام الغذائي ديالنا هاد الصوجا غتعطينا داك لي فيتوستروجين غتنقص ليا هاد الاعراض من الحيد هاد الاعراض حيت كتبقى الجسم كيدور فيه داك الهرمونات اللي اصلا هما نقصوا بفعل السن. هادشي علاش فهمت انه صديقه المراه اكثر من الرجل ياك دكتور. مشكل بعض الامراض المزمنه لا قدر الله او العظام مادامنا كنتكلموا على سن معين ديال المراه السن اللي كتفقد فيها القوه وصلابات العظام هل تفيد مثلا كنا كنسمعوا هاد القضيه ديال الصوجا كتقوي العظام صحيح هاد المعلومه دكتور؟ لا صحيح اختي حيت هشاشه العظام في الاستاتيستيك تقيس تقريبا النساء بكثره علاش بفعل مجموعه ديال المشاكل الهرمونيه وديجا المراه اللي بري ديسبوزي يعني معرضه اكثر معرضه اكثر انها تكون عندها لاكارونس اون فيتامين دي يعني كيكون نقص فيتامين دي وبالتالي هشاشه العظام كتقيس بشكل كبير يعني كتقيس هشاشه العظام ومجموعه الابحاث بينات ان لادمينستراسيون يعني لاش دينا نساء في واحد السن معين من 40 سنه الفوق
اللي غيبداو يعانيو من هذا المشكل اوتوماتيكمون الا دخلوا بطريقه منتظمه واحد الكميات معينه من 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 من, من الصوجه كيعاونهم في كما كنقولوا في في النقص من خطر الاصابه بذاك المشاكل على مستوى ولا هشاشه العظام او لا كسور على مستوى العظام، وبالتالي كيبقى من الحلول الجيده اللي خصها تدخل في النظام الغذائي ديالها، وبالتالي باش تقاد لها شي شويه ما هو هرموني، وبالتالي مجموعه من المشاكل الصحيه اللي تقد تعاني منها مع زياده في بلوتو مع التقدم في السن. طيب الى جينا نديرو خلاصه دكتور اكيد على فوائد الصوجه سواء اللي هي كحبه يعني كبقوليات او كذلك لزيت او حتى الصلصه المركزه ديالها اللي ممكن نخدموها ونضفوها في الاطباق ديالنا، رغم انه فوائدها كثيره الا انه كاين اثار جانبيه ممكن نقدروا نشيروا لها خصوصا النساء الا خذتها وتولتها كثير. دكتور شو ممكن تقدر تعطينا كاعراض جانبيه مثلا؟ الوغ كاين واحد الحاجه اللي حنا معروفه اللي واحد المرض كيقيس النساء اكثر من الذكور اللي هو مشاكل على مستوى الغده الدرقيه اللي كتسمى لا غلون تيرويد اللي كيوليو مشاكل كتعطينا لي غواطر كنقولوا لها دو غواطر بالدارجه مع الناس ايتترا. دونك هنا كيولي مشكله، علاش هذا المشكل؟ لان داك كاين عنصر غذائي اخر من غير لي فيتو استروجين، كاين لي زيزوفلافون اللي هما عباره عن مواد كيميائيه كاينه على مستوى الصوجه. المشكل ديالها هي انها كتكبح ليا شي شويه تكوين وانتاج هرمونات الغده الدرقيه، يعني الا كليتها بشكل كبير كيولي الغده الدرقيه بحال كتكبح ما كتخليهاش تنتج لي داك الهرمونات اللي طالع عليها وكدير لي مجموعه ديال الادوار على مستوى الجسم. وبالتالي الناس اللي كيكونوا عندهم اصلا كيعانيهم الغده الدرقيه ما يتناولوهاش، الناس اللي بريديسبوزي يعني عندهم في العائله مجموعه النساء فيهم غده درقيه هما يقللوا منها، النساء العاديين اللي ما عندهم حتى شي مشكل يقدروا يدخلوها، اصلا هي ما يمكنش ناكلوها يوميا حيت غتطلع في الراس، الا كليناها مره في الاسبوع راه كتكون زعما هذا بعد ما نطلبوهم ونرغبوهم هذا يلاق حنا غنرغبوهم الا اقتضى الحال وكليناها مره في الاسبوع. طيب الا جينا بالترتيب دكتور شنو كتفضل انت من يعني ناخذوها كبقوليات كحبه تمره او ناخذوها كزيت او نستخدموها كحليب او شنو الاكثر قيمه؟ اول حاجه هي تناولوها في الحاله الطبيعيه ديالها، حيت فاش كنقولوا الحليب دونك الحليب هو جزء من اجزاء الصوجه، فاش كنقولوا الزيت هو جزء من اجزاء داك التمره او جزء من اجزاء داك البقوليات. دونك اول حاجه الا عندي اختيار نبدا بها هي الاولى نتناولها بدون حتى شي مشكل، نطيبها في داري وناكلها بطريقه اللي بغيت، سلطه نفورها نسلقها نطيبها على شكل بحال نفس المريقه ديال العديسه ونتناولها باش ما بغيت. عندي لي مويا وما كنبغيش ناكل مثلا ما كنبغيش نشرب حليب حليب البقر كبديل نقدر نزيدو مثلا في القهوه ديالي الصباحيه حليب الصوجه ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لزيت الصوجه الا بغيت نستعملو في مجموعه هاد المناطق على مستوى الجلد ما كاين حتى شي مشكل، ولكن ديما كما كنقول الفوتيست لا توليرونس نبدا بعدا نقيس في الاول حيت كيكونوا حساسيات ديما كنقولها وديما كنقولها حيت مره كنديروا شي حوايج وكيتحسس من مور نهار ولا يومين وما كنعرفوش شنو درنا. داكشي علاش كيبقى الاختيار. بالنسبه لصلصه الصوجه، هاد صلصة الصوجة بتحفظ حيت فيها الصوجة فيها العناصر ولكن فيها مواد كيميائية أخرى اللي هما مضافات غذائية وكنا هضرنا عليهم من بعد، دونك من الأفضل أننا نمشيو لما هو طبيعي ما نكثروش بزاف ياك دكتور يبقى أحسن صحيح. طيب فأنا كنحييك صراحة على اختيار الموضوع حلقنا ديال اليوم وما كنسخاوش دائما بحضورك معنا الجميل والملفت، واللي كيخلينا نصبر هو أنه حلقاتنا كل يوم صباح تيجدد اللقاء معك دكتور لطفي الزغري. شكرا على اختيارك موضوع حلقنا ديال اليوم، تعرفنا حتى المستمعات اللي ما كيعرفوش الفوائد ديال الصوجة هي صديقة قلنا وفي النساء ناخدوها خصوصا في فترات معينة من العمر ديال كل مرأة خصها ولابد أن تدخلها في النظام الغذائي الأكل ديالها. باش ندير خلاصة بسيطة تفضل دكتور. كما قلتي الاخت سميه دونك الصوجه هي صديقه النساء، دونك الرجال يبعدوا منها شي شويه باش ما ديرش لهم مشاكل هرمونيه وخصوصا على مستوى الهرمون الجنسي التستوستيرون، حيت ما يمكنش يرتفعوا عليا جوج الهرمونات اللي عندهم الدور كيكون تقريبا متعكس، يعني استروجينات وتستوستيرون ما يمكنش يطلعوا. الراجل عنده تستوستيرون دونك ما هو اللي كنسميهم الصوجه ولي ديغيفي دو صوجه، يعني حليب الصوجه الزيت ديال الصوجه الصلصات خص الانسان يبعد منهم خصوصا الرجال. بالنسبه للنساء خصها تدخل في النظام الغذائي الا دخلت غير مره في الاسبوع ولا مره في الاسبوعين راه كنقدروا نستافدوا من الخصائص ديالهم. فاش النساء كيفوتوا 40 سنه كيبداو يبانوا ليا بشويه الاعراض، مشاكل على مستوى العظام، مشاكل على مستوى مجموعه الفقرات الغذائيه اللي كيظهروا ليا، واختلال على مستوى مجموعه الهرمونات. من الافضل اننا ندخلوا الصوجه رخيصه كتباع عندنا في الهري اللي حدانا، دونك شدها ودخلها في النظام الغذائي ديالك باش تبعد عليك مجموعه ديال الاعراض وتنقص لك حتى من دوك ليسين ديال لامينوبوز اللي كيكونوا شويه صعاب في الاول.
لا يخطيك دكتور، شكرا جزيلا على حضورك معنا الممتع، ونضرب موعد إن شاء الله غدا في نفس التوقيت من خلال حلقات برنامجكم الأسري للا فاطمة. يوم موفق وسعيد دكتور لطفي الصغري، أخصائي في التغذية وعلوم الرياضة، وكل نهار معلومة جديدة معك. غادي نمشيو فاصل.